ديري لاباس عليكم، كي دايرين احوالكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير. اليوم نهار جديد، روتين جديد. كنشكر البنات اللي دخلوا عندي جداد وخلوا لي تعاليق زوينين زوينين بحالهم بحال هاد البنات وهاد الاولاد اللي خلاو لي تعاليق زوينين. انا كنقول ديما البنات، راه الاولاد حتى هما يخلوا لي تعاليق زوينين. واللي اول مره شاف القناه ديالي يدخل يفعل الجرس وباش يوصلوا الجديد، وديروا لي لايك وشجعوني. شنو ديروا لي؟ شنو ديروا لي؟ او غايقول لكم اش ديروا لي. لايك 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 لايك، ديروا لي لايك لايك لايك. المشتريات ديولي انا خرج دابا باش نتقدى. شنو غنطيب اليوم للغدا؟ وقلت نوريكم هذاك الشيء اللي تقديت، اللي شريت اليوم. غندير هاد المرلوسه كيفاش دايرها معاكم، وعجبتني بزاف. اول مره درتها شريتها وعجبتني. شريت فيها جوج الانواع، ما عرفتش هو النوع الاخر. نلقاه ونوريه لكم. ها هو، شريت فيها هاد النوع وهاد النوع باش نجربهم بجوج. داك النهار شريت هادي ودابا راني شريتهم بجوج باش نشوفهم كيفاش غيكونوا بجوج. كيجيو حمقوا، داك النهار جربتهم فنين. تحكم بيهم. شريت بطاطا. بعض المرات كنجي الولد هكا يبغي بطاطا، هذه موجوده بالزربه، نشدها نقليها ليه نعطيها ليه. وهذه شريتهم باش ندير بهم البايله. هذا الفول وهذا القوق، كتجي بالفول والقوق وبالدجاج، كتجي كتحمق هاد البايله. غنديرها لكم ان شاء الله. نديرها، مشيت نقلب على الببوش ما لقيتوش، كتجي تبع الببوش والدجاج وبهذا الشيء، كتجي غزاله غزاله غزاله. بغيت ان شاء الله لقيت الببوش غنجيبو وندير لكم في الببوش. صافي شريت القهوه ومبقاتش عندي. كنشري خيزو، كنشريه من المركادونا، كي رخيص زعما، كنلقاه رخيص زعما صراحه. شريت هاد البيتزا ديال كواترو كيسوس، يعني اربعه انواع ديال الفرماج. وانا لا ديك الساعه من بعد كنزيد عليها الطون شويه الزيتون، هادي كنحلق عليها وكن واه عشا موجود. هادي مزيان كنتعشاو بها هكا. شريت بيشاميل لوخر، شريت 5 كيلو ديال المارانكا ديال العصير. 5 كيلو هادي كدير، ماشي كدير 5 كيلو، فيها 5 كيلو وكدير 3.50 يمكن في المركادونا. صافي هذا غير واحد دورتي، هذا راه فن غزال، عرفتي فيه واحد المذاق مذاق غزال غزال. شريت هذا كناخدو ديما من تماكين، عجبني. صافي الخبز، شريت هذا تاع البيتزا فرماج. وشريت هادو ديال الامبورغيسا وهذا ديال الساندويش. وهذا اللي تاع امبورغيسا هذا. الخبز شريتو ديال البرقيصه، راه صحابني قلت لكم شريتو ديال البرقيصه. شريت الخبز ديال البرقيصه وهذا هو الفرماج هذا صفر ديال البرقيصه. صافي الخيار، وشريت هذا خيل ديال الدوش، هذا راه كيدير غير 1 يورو واقيله، 1 يورو هاكرا مغاليش. شريت الفريسة هادي بغالي الوليد، بقا غالية في المركاد وانا واقيلا حيت ماشي وقتها، غالية كدير 3 يورو شي حاجة. أو شريت هادي بغاها صافي ناخد هادي. شريت هاد الفرماج اللايت، هدا بالنسبة ليا أنا مع شي توسطادا هكا انتيغرال ولا هادي مزيانة غيجي. وصافي هادشي اللي شريت، ودابا نوجدو الغديبة ديالنا وخليكم معانا.
المهم البنات دابا نبداو نوجدو في الغدا ديالنا. عندنا بطاطا موجوده، وهاي القرعه ديالنا مقطعينها طريفات صغيورين. دابا درنا الزيت، نزيدو عليهم القرعه خضراء، نزيدو عليهم الثومه، وصافي نخليهم كيتقلاو. نزيد عليهم دابا شويه الملح، غتعجبكم بزاف. المهم هاهي درنا بطاطا كتتقلى، والقرعة ديالنا هي كتقلى. كتجي غزالة. من طيب لنا بطاطا ان شاء الله، نزيدو مطيشة على القرعة. دابا حنا درنا مطيشة، دابا ونحركوها مزيان ونخليها هي تتقلى شوية، ونخليها حتى كيتقلى وتذوب لينا ديك القريعة. كتجي غزالة زعما الصراحة. نديرو الملح على البطاطا، وعاد دايرين واحد مازال البطاطا كتقلى لينا. وهاهو من حيدنا البطاطا، دابا درنا الحوت ديالنا يتقلى. هاد الحوت غير شريو زعما، راه غزال غزال. انا بعدا راه دابا جوج مرات كنشريه وعجبني. بالنسبه لرمضان ان شاء الله والله الا غزال، هذا حتى هو يجي في رمضان غادي يعجبكم. يعني ميديروا الفطور دابا نخليو هادشي حتى يطيب ونوريكم كيفاش كيجي الاكله ديالنا. المهم البنات هادي الاكله ديالنا، خفيفه ظريفه يعني بسرعه كتوجد، وما كتشدش الوقت بزاف. بنادم يكون جاي هكا من الخدمه ولا هادي يوجدها في لحظه، يقدر يوجدها في الزربه وسهله. واكثر هنا يعني كيتباع عندنا داكشي بزاف زعما غزال زعما الصراحه موجود. يعني بنادم اللي كان مزروب يعني ما عندوش الوقت ولا هادي بالزربه يشريهم. انا كنهضر على الناس اللي هنايا بعدا، يشريهم يطيبهم وغداهم موجود يعني بسرعه. المهم على الله يكون عجبكم هذا الفيديو، ودي الاكله ديالنا، والماكله راه كتجي غزاله، والحوت ثاني غزال ها هويا كيحمق كيحمق كيشهي زعما الصراحه. وخليكم معانا.